سعيد جدا في المشاركة في هذا الحدث الرائع، وأبارك للأخوة والأخوات اللي حصلوا على الجائزة، نتمنى لهم دائما التوفيق. بالنسبة لي كانت مشاركة رائعة، تعرفت على الكثير من المشاركين اللي كان لهم إسهامات كبيرة وملهمة في قطاع الأعمال. تمنياتنا لهذا الحدث بالاستمرار، وإن شاء الله من نجاح إلى آخر بإذن الله.